مهم جدا للناس اللي بتستخدم مواتير المياه، المعلومة دي هتفيدهم جدا. لما تكون بقالك فترة يعني أسبوع أو أكتر ما استخدمتش موتور الماء، لازم لما تيجي تشغل الموتور ده تكون واقف بجوار الموتور، أو تكون على الأقل على سمع بحالة الموتور، لأن ممكن الموتور يحصل فيه حاجة بنسميها قفشة داخل الترومبة اللي هي بترفع المية، وطبعا القفشة دي ممكن ترفع حرارة الموتور ويتحرق، والكارثة إن ممكن الأمبير بتاعه يعلى، ولو السلك ضعيف هيسيح السلك وممكن يحصل فيه عملية احتراق للسلك، وممكن طبعا الاحتراق ده بيؤدي لا قدر الله لكوارث. يعني لما نيجي نشوف مع بعض كده القفشة دي بتتم ازاي، زي ما احنا شايفين مع بعض دي الساقية بتاعة الموتور، طبعا هي بتاخد المية من الفتحة اللي قدامنا ديت وبالتحريك مع قوة الموتور، فبتضغط المية من خلال الريشة اللي احنا شايفينها ديت. الريشة اللي هي اللي احنا شايفينها قدامنا دي او الساقية زي ما بنقول عليها، بتكون فيها مسافة بسيطة جدا بينها وبين جسم الموتور عشان يعمل عملية ضغط للمية. طبعا الفرق بين الريشة وبين الموتور مسافة رقيقة جدا او بسيطة جدا، يعني لا تتعدى الاتنين ملي في اقل من كده، وعشان كده ممكن رواسب خلال الفترة اللي انت بتسيب فيها الموتور تتراكم داخل الساقية او داخل الريشة اللي بتضغط المية في الجزء اللي احنا شايفينه مع بعض دوت. طبعا الجزء ده لما بتتراكم فيه المية والرواسب مع بتعمل تكون صدأ، وبالتالي بتمسك بتعمل قفشة للموتور. طبعا انت لما بتيجي تشغل الموتور وفي الرواسب دي، الموتور طبعا هيحصل فيه عدم دوران وبيزن وبيرفع حاجة اسمها امبير، والامبير ده طبعا هو الكارثة اللي بتحصل في احتراق الموتور، وده طبعا اللي بيحصل داخل الموتور. وطبعا عشان احنا نتفادى الكلام ده كله، لازم لما تيجي تشغل الموتور تكون قريب منه وتكون على مسمع ومرأة منك لما تيجي تشغله. طبعا المعلومة ديت من حبيبي وصاحبي فتحي النجم، وأتمنى له الصحة والعافية، هو اقترح علي المعلومة دي وأنا قدمتها لكم، وألقاكم على خير.